أنا مدرسة وقلت لزميلاتي المدرسات إن نقلت من هذه المدرسة سوف أذبح ذبيحة وأنا أقصد أن أرتاح من المديرة. تقول أنا مدرسة وقلت لزميلاتي المدرسات إن نقلت من هذه المدرسة سوف أذبح ذبيحة. نعم. وأنا أقصد أن أرتاح من المديرة. أنا أقصد أن أرتاح من المديرة. أي نعم. لأن مديرة المدرسة شديدة علينا. ثم نقلت من المدرسة أنا والمديرة. فهل في هذه الحالة يلزمني الذبح أم لا؟ يعني نقلت معك ما سلمت إذا. ما حصل المقصود. أما إن كانت نقلت إلى محل آخر هذا من نذر المباح، إن شئت افعليه وإن شئت كفري عن يمينك، كفارة يمين مخيرة، نذر المباح يخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم.